أجمعين، ما هي أفضل 10 علاجات في العالم لعلاج التهاب الشعب الهوائية؟ ما هي التدابير التي ممكن أن نتخذها لعدم تفاقم مشكلة التهاب الشعب الهوائية والخصبات الهوائية في الصدر؟ عند إصابتنا بالتهاب الشعب الهوائية يجب فورا تناول كميات جيدة من المياه للحفاظ على رطوبة جيدة ولمساعدة السعال المنتج على إخراج الشيء الموجود بالصدر من البلغم والمواد الغير مرغوبة التي تكون بالقصبات وتسددها وتسبب لنا ضيق في التنفس ويفاقم لنا المشكلة. يجب تفهم هذا الأمر، لأن شرب الماء جدا في هذه الحالة يجعل المخاط أكثر ليونة، مما يساعد على خروجه مع السعال. تاسع، أفضل شيء ممكن نستخدمه هو بذور السمسم. تحتوي بذور السمسم على خصائص طبية يمكن أن تعالج التهاب الشعب الهوائية وتساعد في تخفيف آلام الصدر المرتبطة به. ملعقة صغيرة من بذور السمسم، ملعقة صغيرة من بذور الكتان، مع قليل من الملح الخشن الخالي من اليود، مع ملعقة صغيرة من العسل. هذا المزيج لو خلطناه وشربناه قبل النوم ممتاز جدا. ممكن نشرب مقدار نصف ملعقة شاي من مسحوق بذور السمسم الجاف، نطحنها ناعم بذور السمسم، نشربها مع ملعقتين مع الماء أو قليل من الماء. هذا ممتاز جدا لعلاج التهابات الشعب الهوائية عند الإنسان. عندنا ملح إبسوم، ملح إبسوم أو الذي اسمه بالدول العربية أو المنطقة العربية الملح الإنجليزي، هذا ممتاز جدا. ممكن إضافة حفنة منه إلى حمام الماء وإذابتها، ثم الجلوس في الحمام هذا، ثم الجلوس في هذا الماء لمدة 30 دقيقة. هذا يجعل الأوساخ والبلغم المتراكم في الشعب الهوائية يخرج ويرتاح الإنسان جدا جدا. ممكن عمل هذا كل يوم أو كل أسبوع، مرتين في الأسبوع، ونشفى إن شاء الله من التهاب الشعب الهوائية. عندنا البصل لا يعلى عليه، ويحتل الرقم 7 في العالم لعلاج مشاكل التهاب القصبات الهوائية. تناول بصلة صغيرة صباحا ممتاز جدا، مع السلطة، مع أي شيء ممكن تناوله يكون له فعل كده ممتاز جدا. الآن ما هو التدبير السادس الذي ممكن أن نفعله؟ الحقيقة يحتل العسل المرتبة السادسة في العالم في الطب البديل والطب المجرب والطب الأوروبي الشعبي والطب الأعشاب الهيرباليست، يحتل المرتبة السادسة في علاج التهابات الشعب الهوائية، التهاب الصدر. أكله تناوله مع الماء، خاصة بتذويبه مع الماء وشربه، لا يعلى عليه في علاج هذه المشكلة. عندنا علاجات أخرى كثيرة، مثل الغرغرة بوضع ملح خشن عادي بدون يود،
بدون أن يكون مضاف عليه، يوضع في الماء ويحرك جدا ويتم الغرغرة فيه. ثم يبسل غرغرة، يساعد جدا على تنظيف الحلق وقتل الجراثيم الضارة في الحلق وفي البلعوم. ولا مانع من شرب قليل منه لعدة أيام قليلة فقط لتطهير الحلق، وليس باستمرار، لأن الملح نخشى من أن يقوم برفع التنسيون يعني الضغط الدم. عندنا رابع أفضل علاج في العالم زيت الأوكاليبتوس أو اسمه الأوكاليبتوس. هذا ممكن قطرات زيت الكافور، يعني زيت الكافور ممكن نضيف قطرات منه على الماء ونستنشقها. ممكن تأتي بماء وتضع عليه هذا قطرات من زيت الكافور الصحيح يعني الأصلي أورجينال، تضعيه على الماء ونستنشق منه. هذا مفعول ممتاز جدا في علاج التهابات الصدر بشكل رائع جدا، ولا يعلى عليه بهذا الأمر زيت الكافور. عندنا الكركم، الكركم المسحوق، الكركم ممكن إضافته إلى الماء. يحتل الكركم المرتبة الثالثة في العالم في أفضل العلاجات التي ممكن أن نفعلها لالتهاب الشعب الهوائية. ملعقة من الكركم تضاف إلى 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 الماء أو إلى الحليب وتغلق قليلا قليلا ثم تشرب على الريق صباحا. ممكن حليب فاتر أو حليب أو ماء فاتر أو عصير، وتخلط به ثم تشرب ملعقة صغيرة كل يوم على الريق صباحا، مفعولها رائع جدا لا يعلى عليه. يحتل المرتبة الثالثة في العالم في علاج التهاب الشعب الهوائية. عندنا الثوم، يحتل الثوم المرتبة 2 في العالم في علاج التهاب القصبات الحاد، التهاب الشعب الهوائية. ممكن نأخذ 3 أسنان من الثوم وندقها ناعما جدا، ثم نضعها مع كوب من اللبن الرائب أو اليوغورت فريش يعني، ونضيف عليهم قليل من الملح الخشن الخالي من اليود قليل، نحركهم حتى يذوبوا، ونشرب كل يوم 3 مرات لمدة 3 أيام إلى 5 أيام حسب الحالة. علاج قوي جدا لا يعلى عليه. ويحتل الثوم المرتبة الثانية في العالم طبيا في بالنسبة لطب الهيرباليست للأعشاب في علاج التهاب القصبات. فيما عندنا الزنجبيل يحتل المركز الأول، الزنجبيل يحتل المركز الأول نمبر 1 في علاج التهابات الصدر والقصبات الهوائية الشعب الهوائية. أضيف ممكن استخدامه مع الشاي، شرائح منه مع الشاي، ممكن شرائح منه مع الليمون والعسل والشاي ونشربه إلا يعلى عليه. الزنجبيل فائق، يصنف على أنه نمبر ون رقم 1 في علاج التهاب الشعب الهوائية. التهاب القصبات المزمن هذا ممكن إذا لم يتوفر زنجبيل طازج، ممكن تأخذي مطحون من الزنجبيل شوية ملعقة صغيرة تضيفي مع ملعقة كركم، تضيفي إلى 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 علبة من الياغورت فريش الزبادي أو الخضرة أو الدانونة أو مع الشاي مع حليب محرك دافئ ويشرب، يطرد الأوساخ من الصدر، يطرد الأوساخ. يحتل الزنجبيل المركز الأول، بيجي بعده الثوم، ثم يأتي الثوم بالمركز الثاني، فيما يحتل الكركم المركز الثالث في العالم في الطب البديل في الهيرباليست في طب الأعشاب في طرد الأوساخ من الصدر وتفتيح الشعب الهوائية وتنظيف الصدر بشكل تام. شعبه
شكرا لتواجدكم. هذه القناة مخصصة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول الغير العربية، وكل الفيديوهات هذه القناة يتم ترجمتها إلى عدة لغات في العالم لتصل إلى سكان كوكب الأرض. نحن نحبكم في الله فأحبونا فيه. شكرا. اشتركي اشتركي اشترك، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. Please send my channels. إرسال قناتنا إلى الأصدقاء الصديقات. العشاب السوري أبو عبد العزيز كان معكم. Merci. Thank you.